ماشي على الدايت كويس جدا وحاسب سعراته، وفي نفس الوقت بيتمرن وجايب اخره في التمرين ومش شايف اي نتيجة. السلام عليكم ورحمة الله، معاكم اخصائي التغذية عم شعراوي. ازيكم يا رب تكونوا بخير. في الفيديو دوت هنتكلم عن نقطة مهمة جدا ومعظمنا بيهملها، وهي تعتبر الحجر الاساس اصلا سواء انت بتخس او عاوز تبني حجم عضلي او عاوز تشد الجسم، هو النوم. دايما بيكون معظمنا مقصر في النوم. النوم لو انت ما نمتش عدد ساعات كافي جسمك مش هيقدر يعمل ريكفري. بمعنى انا مشيت على الدايت كويس واتمرنت كويس، طيب انا دلوقتي عمال اهدم في الجسم اثناء اليوم واتحرك واحرق سعرات، جسم محتاج يريح عشان يبدا يعمل ريكفري، عشان يبدا يديني الحجم العضلي اللي انا عاوزه او اخسر الدهون اللي انا عاوزها. فلو انا بقلل عدد ساعات النوم بتاعتي بلاقي ساعتها ان الجسم بيديني نتيجه عكسيه، اللي انا ماشي كويس دايت وتمرين وفي نفس الوقت مش لاقي نتيجه. فافضل عدد ساعات النوم هي من 7 إلى 9 ساعات، ويفضل تكون بالليل، دي طبقا للابحاث العلميه. لو احنا شفنا هنا الابحاث اللي اتعملت على الناس اللي بتنام 4 5 ساعات، اول حاجه هنلاقيها ان انخفاض معدل الحرق. بمعنى لو شخصين الاثنين بيحرقوا نفس السعرات وماشيين على نفس التمرين، بس شخص بينام 4 ساعات وشخص ثاني بينام 7 ساعات، ممكن نلاقي دوت يخسر اللي بينام 4 ساعات نص كيلو في الاسبوع، واللي بينام 7 ساعات يخسر مثلا كيلو او كيلو الا ربع دهون في الاسبوع، مع ان الاثنين نفس التمرين ونفس السعرات الحراريه. ده يثبت لنا أهمية النوم، إنك لازم تنام وتحاول تنام من 7 إلى 9 ساعات بالليل. هيجي شخص تاني يقول لي ده أنا مش قادر أظبط نومي، المفروض أنت تظبط نومك تدريجي، وهقول لك بس ثانية واحدة. تاني نقطة بالنسبة للناس اللي بتنام قليل، وهو زيادة الجوع ولخبطة الهرمونات. بمعنى دايما لو أنت لاحظت مثلا على الساعة كده، لو أنت ماشي على دايت وكويس تمام ومش جعان، هتيجي مثلا على الساعة 9 10 كده تبدأ تحس بالجوع، الجوع هيبدأ يزيد معاك تدريجي. لو أنت قدرت تمسك نفسك ساعة 2 3 ساعات هتيجي على الساعة 12 واحدة مش هتقدر تمسك نفسك، فهتبدأ تتجه انك تاكل فتزود سعراتك فتزود من الدهون عكس ما تخسر. فعشان كده النوم مهم جدا. اول حاجة هيقلل لك معدل الحرق لو انت نمتش كويس، تاني حاجة هيلخبط الهرمونات وهيزود عندك هرمون الجوع، فهتبدأ تاكل اكتر وبالعكس كمان هتزيد بالرغم انك ماشي على دايت وفي نفس الوقت بتبذل مجهود. طيب ازاي اظبط نومي؟ تظبط نومك تدريجي. بمعنى انا النهاردة بنام الساعة 5 الفجر وبصحى الظهر. لو انا حبيت ان انا خلاص انا من النهارده انام الساعه 10، ده صعب جدا وده استحاله. احنا بنتكلم الحاجه بناخدها تدريجي زي الدايت بالظبط، زي التمرين، زي اي حاجه. انا النهارده بنام الساعه 5 هبدا اخر ساعه انام الساعه 4، وبدل ما اصحى الظهر هصحى الساعه 11، وافضل اجل 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 ساعه لحد ما ابدا انام. بنام من الساعه 9 للساعه 11 وبصحى الساعه 6 7 على حسب بقى شغلك او على حسب انت تصحي امتى. لو انت قدرت انك تظبط النوم هتلاقي فعلا نتيجه ممتازه جدا، لو انت برضو ظابط الدايت والتمرين. لان النقطة دي في المتابعة لقيت معظم الناس او ناس كتيرة جدا يبقى ماشي كويس ولا ايه بيخس حاجة قليلة، لما اسأله يقول لي لا ده انا اصل النوم عندي متلخبط وبنام 4 5 ساعات او بنام بالنهار. فطبعا النوم بالنهار في وجود الشمس مش زي بالليل خالص، فده طبعا بيأثر على جسمك. فلو انت ظبطت النوم بتاعك وطبعا انت ماشي على دايت ونظام تمرين مناسب ليك هتلاقي تحسن فوق الممتاز. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو انت عاوز تسأل اي حاجة سواء في التغذية أو التدريب تقدر تسأل تحت في الكومنتات وأنا هرد عليك. في رعاية الله، السلام عليكم.